الخلد. الفأرة العمياء أو الجلد أو مناجذ تعرف عند العامة بالخلد أو أبو عمياء أو أبو أعمى، هو حيوان قارض من الفصيلة الخلدية التي تنتمي إلى فصيلة الخلديات، توجد في أوروبا الشرقية وغرب ووسط آسيا. قيل أصلها من السريانية حلدو، وقيل أصلها من الآرامية تلفظ حلدا، والذي تعني حفر. الخلد من أنواع الثدييات، وهو حيوان يتغذى على الحشرات ويعيش داخل التراب، بحيث يعمل على حفر الأنفاق من أجل العيش فيها، لأنها تقضي معظم وقتها تحت التراب. ويتواجد حيوان الخلد بكثرة في المناطق المرتفعة والمستنقعات والأراضي الزراعية. يتراوح طول حيوان الخلد بين 11.3 إلى 15.9 سنتيمتر. أما بالنسبة للوزن، فإن الذكور يكون حجمها أكبر من الإناث، حيث يتراوح وزنها ما بين 72 إلى 128 جرام. لديها فرو أسود يغطي جسمه، كما أنه يمتلك أطرافاً قصيرة أمامية مع مخالب كبيرة من أجل الحفر والدفاع عن نفسه ضد الأخطار، وعيون صغيرة الحجم وأنف ذو لون وردي. أنواع الخلد: الأمريكي والجسمان، الروسي وذو الأنف النجمي، والخلد الشرقي والخلد الذهبي. كما يتميز بنشاط حركته خلال اليوم في الليل والنهار، لكن حركته تصبح أقل في فصل الشتاء وعند درجات الحرارة المنخفضة. كما أن نشاطه الحركي يزداد بعد فترة الري، وذلك بسبب سهولة حفر التربة. يعيش هذا الحيوان بشكل فردي بشكل عام، إلا أن الخلد النجمي يعيش داخل مستعمرات، ومن فوائد هذا الحيوان يعمل على تهوية التربة وجعلها صالحة للزراعة، القضاء على الحشرات الضارة باعتبارها طعاماً رئيسياً لحيوان الخلد، وتساعد عمليات الحفر التي يقوم بها هذا الحيوان على انتقال المواد العضوية والأملاح والماء أيضاً. بجوانب الفوائد، توجد أضرار لحيوان الخلد، حيث يدمر الحقول الزراعية وملاعب الجولف والحدائق وتدمير المحاصيل بسبب تدمير جذور النباتات. كما يمكن انتقال بعض الأمراض الطفيلية من حيوان الخلد إلى الحيوانات الأخرى.